Tennessee. امشي بيها امشي امشي بيمشي ازاي ده؟ لا ما تمشيش يا يا لا 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 هديك 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 يس يس بس ايه يا ابني وقفت اللعب ليه؟ انا زهقت يا ساره زهقت ايه بس؟ يا بنتي ده الماتش الخامس وبتكسبي ليه بنفس الطريقه؟ غيري غيري دي مش طريقه لعب وغير من لعبي ليه طالما انا بكسب بيه اصلا؟ عشان ده ملل بصراحه ده اسمه استغلال للقوة بتاعتي ونقطة الضعف اللي عندك ايه ده ايه ده جبت الكلام الكبير ده منين؟ لازم تقرا زي عشان تبقى مثقف ايوه قريتي فين يعني؟ على جروب بنات وبس على الفيسبوك إيه؟ المهم يعني هتلعب ولا لا؟ هلعب بس عشان ما تقوليش ان انا انسحبت اتفضل بس تيم التمن هيجي منين احنا هيجي بنهزر ولا طب بامانه هيجي وانا برشلونه استناني إيه بس يا عم مين اللي بيلعب بالباير؟ يا عم اوعى اوعى مين اللي بيلعب بالباير؟ انا طبعا انا طبعا 7-2 سارة مروقك مروقك ايه دي مفسحاك 7-2 ايه 7-2 دي انت بتلعبوا جون مشترك استنى بس ده انا مصوره نتائج الماتشات اللي فاتت كلها يا نهارك اسود يعني انت ولا شطرنج نافع ولا بلاي ستيشن نافع طب ايه يا حبيبي اجيب لك العاب تلبيس بناتي ممكن تفلح فيها طب بص بص هي عندها ناحيه اليمين وهاجم سريع قوي فطول الماتش بقى بتعمل ايه بتفضل تبصي للكوره تبصي للكوره تبصي للكوره وتروح مره واحده مبصيه لورا ومره واحده تجيب جون ما غيرتش الطريقه دي من الصبح طب وانت فخر العرب بتعمل ايه لما هي بتلعب بنفس الطريقه طول الماتش هعمل ايه يعني المدافعين مش بيعرفوا يلعبوا اصلا يا المدافعين هم اللي مش بيعرفوا يلعبوا طب انا اقول لك كده على فكره انا عارف ان هي بره الصندوق بالنسبه لك ما فكرتش مثلا تغير الخطه لا انا غير خطه ايه يا ابني انت الا غير ينفع معايا طالما هي عندها مهاجم سريع حط انت معاه 2 مدافعين بحيث يبقى عندك ماسك زياده ماسك يا ابني احنا بنلعب كوره كوره مش كهربا متفضل مالي حق طبعا تتكلم وتتريق علينا ما انت متفسح 7-2 طب بقول لكم ايه الساعه دلوقتي 12 ده مش بيفكركم بحاجه ايوه ميعاد الكتاب المقدس بس انا عايزه اكمل لا صح ده ميعاد الكلام المقدس صح يلا 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 وميعاد الكلام المقدس مش بيتغير فنروح دلوقتي وبعد ما نرجع نشوف الحوار الثمانية و يا واد على يلا يلا يا واد على طبعا طبعا طب بص احنا دلوقتي نروح ايه نقرا كتاب مقدس ولما نيجي لما نشوف حل في الماتش اللي صار في ساعتها لازم 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 طبعا انت بتخلع انا فاهم حاولوا حاجه شبه بس مش هتعرفوا هاي بقى يا شباب هنقرا عن مين النهارده بقول لكم ايه ما تسيبولي كده انا اقترح عليكم اتفضل انت الكبير برضو تعالوا نقرا في قضاء تعالوا ناخد الاصحاح الثالث من اول ايه 12 وعاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب فشدد الرب عجلون ملك مواب على اسرائيل لانهم عملوا الشر في عيني الرب فجمع اليه بني عمون وعماليق وصار وضرب اسرائيل وامتلكوا مدينة النخل فعبد بنو إسرائيل عجلون ملك مؤاب 18 سنة وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب فأقام لهم الرب مخلصا يهود ابن جير بنياميني رجلا أعصر هو أنا عايز أفهم شعب بني إسرائيل ده مش هيبطل أبدا يعمل مشاكل؟ يا بنتي يا بنتي ما هو قال لك امبارح شعب بني اسرائيل ده طول فتره القضاء مش بيعمل غير حاجه واحده بس بيغلط بعد كده يروح يصرخ لربنا عشان ينقذه وربنا ينقذه بعد كده يرجع ويغلط تاني ايوه ايوه انا عارفه بس مستغربه يعني تعالوا كده نشوف ايه الكلام الصعب في الجزء ده طب انا عندي سؤال ومين عجلون وعمون وعماليق مين دول ويعني ايه عبد شعب بني اسرائيل عجلون ملك مؤاب ده وبص وزود عندك دي كمان يعني ايه اعصر طيب واحده واحده كده بس عشان ما ننتهش من بعض تعالوا نعمل اول حاجه عليها سيرش مين هو عجلون طب ما تقولها لو انت عارف فسيحه يا ابني استنى ما انت لما بتعمل حاجه سيرش عليها بنفسك بتثبت في دماغك بص مكتوب هنا ان عجلون ده اسم ملك من ملوك مؤاب ومؤاب دي كانت بلد بتحارب شعب بني اسرائيل كتير ايوه يعني هو اسمه كده ليه برضو مكتوب ان عجلون يعني عجل سمين وده كان دليل على انه كان تخين جدا وكمان كان ملك قوي جدا وعنده جيوش كتير يا خبر ابيض طب وده اتعاملوا معاه ازاي ده هنعرف بس استنى بس لما نجاوب على بقيه الاسئله كملي يا ساره عمون وعماليق دول من الجيوش اللي كانت بتحارب شعب بني اسرائيل كتير برضو زي ما قال انتوا متخيلين هم 3 جيوش كده مع بعض الحرب كانت تقيله قوي وشعب بني اسرائيل تعب جدا استنوا بس انا عايز بس ادور يعني ايه مدينه النخيل ايوه مكتوب هنا ان مدينه النخيل دي هي اريحه اما بقى عبد عجلون ما كانش معناها ان هم كانوا بيعبدوا عجلون زي ربنا لا هو معناها ان عجلون كان بيستخدمهم زي العبيد وبيعملهم بطريقه وحشه قوي يعني ما كانش ليهم اي حقوق في بلدهم دي
حاجة صعبة قوي، وخصوصا ان هم قعدوا كده 18 سنة. 18 سنة دول اكبر منك يوسف اصلا، انت عندك 14 بس. ايوه، خلينا احنا زي ما اتفقنا قبل كده ان هو شعب بني اسرائيل كان ايه، كان بيغلط ويرجع يتوب لربنا، وكان بعد كده ربنا بيعين لهم قاضي. المرة دي بقى بعت لهم مين؟ بعت لهم إيهود ابن جيرة، رجل أعصر. ورجل أعصر هنا يعني رجل أشول، ما كانش بيعرف يستخدم إيده اليمين، ودي كانت مختلفة في الحرب وكانت هتعمله شوية مشاكل. تعالوا بس كده نكمل قراية ونشوف إيه اللي حصل. ماشي نهار. فأرسل بنو إسرائيل بيده هدية لعجلون ملك مؤاب، فعمل إيهود لنفسه سيفا ذا حدين طوله ذراع، وتقلده تحت ثيابه على فخذه اليمنى، وقدم الهدية لعجلون ملك مؤاب. وكان عجلون رجلا سمينا جدا، وكان لما انتهى من تقديم الهدية صرف القوم حاملي الهدية. سنة بقى قلنا فهمته، اللي فهمته ان يهود ده كان رجل أعصر، وأعصر يعني أشول. فكان بيعمل ايه بقى في الحرب؟ كان بيجيب السيف ويحط على رجل اليمين عشان يعرف يستخدمه بسرعة. جامد يا جو، الملاحظة دي مهمة جدا. طب ما حدش فيكم فكر ايه هو موضوع الهدية ده؟ هو انا موضوع الهدية ده مستغرباه قوي قوي بجد، ازاي عجلون ده كان بيعذبهم ومبهدلهم ويروحوا هم يدوا له هدية؟ مش فاهماها. طب ما حدش فكر ليه يهود كان بيصرف الناس اللي كانت جايبة الهدية؟ طب هو الجزء ده فاضل له شوية ويخلص، تعالى نكمله عشان نفهم ايه اللي حصل. طيب كملي كده يا سارة وخلينا نعرف ايه اللي حصل بعد كده. واما هو فرجع من عند المنحوتات التي لدى الجلجال وقال لي كلام سرا اليك ايها الملك. فقال صه، وخرج من عنده جميع الواقفين لديه، فدخل إليه إيهود وهو جالس في علية برود كانت له وحده، وقال إيهود عندي كلام الله إليك. فقام عن الكرسي، فمد إيهود يده اليسرى وأخذ السيف عن فخذه اليمنى وضربه في بطنه. بصراحة خطة عبقرية من إيهود. فهمتوا بقى ليه موضوع الهدية ده؟ أول حاجة عشان عجلون يطمن لهم، وتاني حاجة إن هي دي كانت ممكن تبقى من ضمن الحاجات اللي كانت مفروضة عليهم. خطة عبقرية بصراحة جدا، بس أنا عايز أعرف حاجة بس، هو إيهود هرب من القصر ولا معرفش يهرب؟ استنوا أنا هكمل عشان بصراحة برضو أنا عايز أعرف إيه اللي حصل. ماشي يا جو كمل. فخرج إيهود من الرواك وأغلق أبواب العلية وراءه وأقفلها، ولما خرج جاء عبيده ونظره وإذا أبواب العلية مقفلة، فقالوا إنه مغطى رجليه في مخدع البرود، فلبثوا حتى خجلوا وإذا هو لا يفتح أبواب العلية، فأخذوا المفتاح وفتحوا وإذا سيدهم ساقط على الأرض ميتا، وأما إيهود فنجا إذ هم مبهوتون وعبر المنحوتات ونجا إلى سعيرة. في حاجات أنا مش فاهماها، يعني إيه مغطي رجليه في مخدع برود؟ وليه الخدم أصلا ما فتحوش الباب عليه؟ المكان اللي كان قاعد فيه كان اسمه علية البرود، وعلية البرود ده مكان كده معمول بشكل خاص عشان يدخل له هواء زي الأوضة المكيفة، وده كان معمول علشان كان الجو حر والراجل كان تخين شوية. تاني حاجة مغطي رجله في مخدع البرود هي دي طريقة مهذبة عشان يقولوا ان هم افتكروا في الحمام. يعني الخدم افتكروه في الحمام عشان كده ما فتحوش الباب. وإيهود عرف يهرب من الخدم وينزل لتحت، بس هو بعد كده هرب خالص ولا عمل ايه؟ طب بقول لكم ايه، ما تيجوا نكمل قراية علشان نعرف إيهود هرب ولا لا. وكان عند مجيئه إنه ضرب بالبوق في جبل إفرايم، فنزل معه بنو إسرائيل عن الجبل وهو قدامه، وقال لهم اتبعوني لأن الرب قد دفع أعداءكم المؤابيين ليدكم. فنزلوا وراءه وأخذوا مخاوض الأردن إلى مؤاب، ولم يدعوا أحدا يعبر، فضربوا من مؤاب في ذلك الوقت نحو 10,000 رجل كل نشيط وكل ذي بأس، ولم ينجو أحد. فذل المؤابيين في ذلك اليوم تحت يد إسرائيل، واستراحت الأرض 80 سنة. ده واضح إن إيهود ما هربش أصلا بعد كده. شفت إن خطة إيهود من أولها لحد آخرها كانت خطة في منتهى الذكاء. طب هو أنت ممكن كده تشرح الجزء الأخير ده تاني عشان حاسس فيه كده حاجات مش فاهمها؟ ماشي. بص يا جو، بعد ما إيهود خلص خطته جوه قصر عجلون نزل لمكان اسمه جبل إفرايم، ومن الواضح كده ان شعب بني اسرائيل كان مستنيه هناك. واول ما نزل إيهود وضرب البوق زي ساعة الصفر كده، حاجة زي كده، الشعب كله نزل معاه وراحوا عند مكان في نهر الأردن اسمه المخاوض، والمخاوض ده مكان ممكن تعدي منه من غير ما تغرق،
يعني المايه مش غويطه يعني ممكن تعديها ورجلك يا دوب بس تتبل حاجه بسيطه. طب هو عمل كده ليه؟ علشان هو ده المكان الوحيد اللي ممكن يربطهم بمؤاب. ليه بقى؟ ان بعد ما عجلون اتقتل في ناس من الجيش قررت تهرب، فهي هتهرب هتروح لمؤاب، فهتقابل مين في النص؟ هتقابل ايهود عند المخاوي فهيقتلوهم، وفي منهم بقى في الجيش هيقرر يحارب ايهود فبرضه هيروح عند المخاوي. يعني باختصار ايهود كان محاصرهم من الناحيتين. وكمان اعتقد انهم حتى لو فكروا يجيبوا دعم المؤاب مش هيعرفوا عشان ايهود قفل الطريق. دي فعلا خطه مفيش زيها. والكتاب المقدس بيقول ان جيش المؤابيين اتذل تحت بني اسرائيل لمده 80 سنه. تحس كده ان ربنا استخدم ايهود عشان يعمل بيه معجزه كبيره. ده حقيقي. هي خلصت قصه ايهود على كده؟ هي خلصت على كده، بس انا عندي ليكوا سؤال كده مش عارف انتوا خدتوا بالكم منه ولا لا. هل في حاجه ممكن نطلع بيها نستفاد منها؟ انا عارف ان لما اكون اشول احمل ادوات على ايد الشمال. هي دي خفه الدم اللي مش في وقتها خالص بصراحه. احنا في موضوع جد وانت بتهزر. طب بصي، على افتراض يعني ان جو بيتكلم جد بس جوه كلامه في حاجه عميقه. يا سلام يا سلام على اخويا العميق. شايف الناس العميقه اللي بتفهمني؟ كمل كمل يا سحه يا اللي فهمني انت كمل. لما اكون اشول اعمل ادواتي تناسب ايدي الشمال، الجمله دي جواها كلام تقيل. انا فاهمك وجهه نظري. انا لو اشول هيبقى قدامي حل من الاثنين. الاول اني استسلم واعيش ضعيف ساعتها، ان مفيش حاجه هتناسب امكانياتي. يا اما الحل الثاني اني اخلق لنفسي فرص تناسب امكانياتي، وساعتها بس مش هبقى ناجح، لا هبقى ناجح ومميز. هو انا بصراحه شايفه بعد مختلف للموضوع ده. بعد مختلف؟ هو انتوا مش شايفين ان كلامكم بدا يبقى عميق شويه ولا ايه؟ استنى بس وانا هفهمك. انا شايفه ان يهود مش بس حاول ان هو يتعايش مع الاختلاف اللي عنده، لا ده عملها نقطه قوه واشتغل من خلالها عشان كده حقق حاجات حلوه. ايوه زي ما انت عملت معايا كده في البلاي ستيشن، عرفت انك مش بتعرف تلعبي اصلا. باختصار شديد ان يهود اخذ القوه من الله وربنا استخدم ضعفه عشان يمجد مشيئته، وهو اللي وراه خطته. انت عارف في صلاه كان خادم عندنا في الكنيسه بيصليها دايما بس انا ما كنتش واصله لها قوي، دلوقتي انا فهمتها. كان بيقول دايما يا رب استخدم ضعفاتي عشان انا بحطها بين ايدك عشان تبقى المجد اسمك. بجد النقطه دي مهمه قوي وبتحسسني كده ان ربنا بيستخدم امكانياتي عشان يمجد اسمه. برافو عليك يا جو. بقول لك ايه بقى، ما تيجي نحط لنا خطه كده وتعالى غلبني في البلاي ستيشن. لا لا يا بنتي، خطه يعني شطرنج، تعالى نلعب شطرنج. ماشي. كش ملك. ايه يا فنان، ما شفناش اي خطط ولا حركات ولا اي حاجه. ما انت لما بتاكلي فشار كتير دماغك بيتفرقع ومحدش بيفهم منها حاجه. يا سلام، عامل لي بس حبتين من الصبح. انا هنادي لك سيحه. لا يا سيحه سيحه، تعالى شوف اخوك اتروق في البلاي ستيشن والشطرنج. اتفضل يا استاذ يوسف قدامي على المطبخ، هتغسل الاطباق والكوبايات. لا انا مش هغسل حاجه. انا مش هتغسل ايه؟ بقول لك ايه، احنا متفقين لو انا كسبتك انت اللي هتغسل الاطباق والكوبايات لمده اسبوع. انا ما قلتش حاجه، بس يعني هغسلها بميه ساقعه. ترى بقى السخان شغال ولا ايه؟ شغلتهولك يا قلبي. يوه.